الفوز والاقتراب من ريادة الترتيب كان القاسم المشترك بين الفريقين، خاصة بالنسبة لشبيبة بيجاية الذي كان السباق في تهديد مرمى شويح في غياب أسرير بعد هذه التوزيعة من شحيمة، كرة بوكمشة جنبة القائم. لكن الفعالية كانت من جانب شباب الوزداد بعد توغل ربيح داخل منطقة العمليات. العرقلة من مباركو، الحكم بشاري دون تردد أعلن عن ضربة جزاء لفائدة شباب بالوزداد، نفذها بن علجية مهدي مسجلا الهدف الأول لشباب بالوزداد في الدقيقة 9. وكذا عمار عمور بعد هذه التوزيعة من مسعودي أن يضيف هدفا ثانيا لولا جبرات أبعد الكرة إلى الركنية. وفي الدقيقة الأخيرة بن علجية ضيع ما لا يضيع، وتفوق شباب الوزداد هدف دون رد في الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني وتغيير البدلة، دراج في منطقة العمليات يرتكب عليه خطأ من شويح، ضربة جزاء احتسبها الحكم بشاري هذه المرة لفائدة شبيبة بيجاية، زرارة نفذها وسجلها معدلا النتيجة هدف لهدف. لكن عودة قوية لشباب الوزداد الذي تمكن من إضافة هدف ثاني لم تلتقطه الكاميرا بواسطة عنان في الدقيقة 72. خمس دقائق بعد ذلك خروج غير موفق لجبرات كلفه هدفا ثالثا من إمضاء بن علجية الذي سجل ثنائية في هذه المباراة. وفي الدقيقة 86 كرة على طبق من عمار عمور للبديل دهار، أسكنها في شباك جبرات مسجلا الهدف الرابع لشباب الوزداد الذي انهى المباراة بالفوز بأربع أهداف مقابل واحد لشبيبة بيجاية، المطالب بترتيب الأمور مع قدوم المدرب الجديد سوليناس. احنا ما نفقدوش ثقه، ما نفقدوش ثقه، ونتمنوا على كل حال الجميع يساعد الفريق الشاب واللي راه يمر في مراحل صعبه. لازم يعني الكل جهود الكل، سواء محبي الفريق او اللاعبين او الطاقم الفني، المهم كل محبي الفريق لازم على كل حال يساعد الفريق باش نخرجوا باقرب الوقت من هذه الازمه. لو بلوز امبورطون بور نو سي ليمرجونس دو سي غوس كي سون تران دو فونير اي فونير ان شاء الله، مي اوسي لي كادر كي سون لا لي بلوز اجي سي او ليكزامبل سورتو لانترينمون، دونك كي سون لا بور فير le jeu, pour faire la décision, pour faire régner l'ordre dans le vestiaire et sur le terrain. Donc tout ce qu'on sait, inchallah, c'est difficile, ça va être difficile pour nous. Et c'est comme ça, le travail est toujours difficile, il n'est jamais facile.